شاهدينا 9 صباحا وموعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع منى الشرقاوي، تفضلي يا منى. شكرا لك جمانة. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا. كما أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية. من جانبها أشادت جورجيفا بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. اجتمع مع اللواء السيد الغالي والمدير التنفيذي للصندوق اللواء أحمد الأشعل. وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في التنسيق المتكامل بين الجهات المعنية بالدولة لضمان تحقيق أهداف الصندوق والتيسير على المستفيدين. كما وجه الرئيس السيسي بتقديم الخدمة العلاجية بالمجان للمستفيدين من الصندوق من المدنيين من أسر الضحايا والمصابين في الحوادث الإرهابية غير الخاضعين للتأمين الصحي. أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو في إطار التنسيق والتشاور المتبادل بين القاهرة وباريس لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وتبادل الرؤى أزاء التطورات في لبنان وقطاع غزة. أيضا تناول التعاون الثنائي بين البلدين. واستعرض الوزيران بشكل مفصل تطورات الأوضاع في لبنان، حيث تناول جهود البلدين في التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، حيث أدان الوزير عبد العاطي الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية واستهداف قوات اليونيفيل. كما استعرض الوزيران الجهود الراهنة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية في ظل تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع. وشدد عبد العاطي على رفض مصر القاطع للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف عرقلة إنفاذ المساعدات الإنسانية وأهمية تمكين السلطات الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومعالجة جذور الصراع وإقامة دولة فلسطينية مترابطة ومتصلة الأراضي على خطوط 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. قالت القناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة رسميا بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا. وأكدت أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة بإلغاء اتفاقها الذي ينظم عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بإسرائيل وغزة والضفة الغربية. يذكر أن المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازريني قال إن تفكيك الوكالة مع غياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم. وأضاف أنه يجب أن ينصب التركيز بصورة كبيرة على إنهاء الصراع بدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل. تبادل حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف العنيف خاصة على طول الحدود. وأعلن حزب الله أنه هاجم بسرب من المسيرات قاعدة إلياكيم جنوبي مدينة حيفا. كما قصف الحزب بالصواريخ تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي شمالي إسرائيل. واستهدف حزب الله بصاروخ موجه دبابة ميركافا عند بوابة المطلة ما أدى إلى احتراقها ومقتل وجرح طاقمها. من جانبه قصف الجيش الإسرائيلي مناطق بعلبك والخيام وأصدر مجددا أوامر إخلاء لسكان في منطقتي بعلبك ودرس. قالت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كاميلا هاريس إن مستوى الموت الذي يتعرض له الفلسطينيون الأبرياء غير مقبول.
وأكدت هاريس ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحرير المحتجزين، مشيرة إلى أنها ستبذل كل ما في وسعها إذا انتخبت رئيسة للولايات المتحدة لإنهاء هذه الحرب. في الوقت نفسه أكدت هاريس أنها ستعمل على خفض الضرائب التي تدفعها الطبقتان الوسطى والفقيرة. قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أصبحت دولة فاسدة. وخلال تجمع انتخابي في وكالة بنسلفانيا أكد ترامب عزمه إصلاح الأمور، مشيرا إلى أنه ليس من السهل القيام بذلك. في الوقت نفسه أشار ترامب إلى أن استطلاعات الرأي أصبحت مزيفة، مؤكدا أنه سيفوز بتلك الانتخابات. نهاية موجز التاسعة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.